خذ الزمن بدات بيتغير خش عقلك على الثالث ركز معي ما تخش اي عمله ينقل بيحس بوجه ما تخشش فيها ما يعرفش الخطر ما حد يدبرها ما فيش حد يدفع عليه بروحه ولا هكذا تسمع في الاخبار وتنطلقوا ومرسلين صح ولا مش صح؟ فيها عصبيه برضه احيانا بتخليها تزعل برستيج وقام ده اصلا بيحبوني اكثر واحد كان باصرار بيعوم علي انا ما تخليش نص الخطوه صح ولا مش صح؟ انت اللي صادق. برنامج دوره تدريبيه لخصائص نفسي خصائص اجتماعي كرفع كفاءه. البرنامج عم دايره طبعا مكتب اللي هو نشاط طرابلس والتحديد مكتب الخدمه الاجتماعيه. برنامج لمده شهر متنوع بالنسبه لي مركز على الجانب النفسي والسلوكي وكيف تتعامل مع الطلبه وطريقه استخدام الاستبيان يعني. بالنسبة للدورة كانت استفدنا منها استفادة رائعة جدا بالذات يوم الخميس اللي هو عندنا دكتور محمد ساسي كان بصراحة ممتعة جدا واستفدنا منها ونقدر نطبقوها في حياتنا العملية في سواء في البيت أو في المدرسة وبالذات نكتشف ونطلع بحالات ونعالج حالات ما شاء الله. أنا بدأت نحب يعني وعندي رغبة شديدة إن مدبية نستمر في الموضوع هذا أكثر حاجة للدكتور محمد ساسي إنه ديما يكون متواصل معنا هو أستاذ إيه يعني تعلموا منه كل يوم حاجة جديدة.